ثلاث أخطاء في قراءة الفاتحة تبطل الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور أحمد رجب، فيديو جديد. الفاتحة ركن من أركان الصلاة. في ثلاث أخطاء، الخطأ الأولاني، ثلاث أخطاء تبطل الصلاة. الخطأ الأولاني لو أنت حذفت حرف من الفاتحة أو ما نطقتش بحرف واحد من حروف الفاتحة كلها. يا جماعة، الناس اللي بتاكل في القراية، وده كتير جدا وده أشهر خطأ، بيقرأ بسرعة قوي فبياكل الحروف. لو انت نقصت حرف من حروف الفاتحة، الفاتحة باطلة والصلاة باطلة. في ناس تقرأ كده بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، في حروف وقعت، لو حرف وقع الصلاة باطلة. انما اقول ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اهو انا ما قلتش ببطء اذا ما انت خايف، ما قلتش الحمد لله رب العالمين، ما قلتش، لا اهو الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. كل حرف اتنطق، انما الحمد لله في حروف بتوع الصلاه باطله. ارجوكم يا جماعه نبهوا الناس، حتى لو انت بتقرا في الصلاه السريه او بتصلي لوحدك، وضح لنفسك مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. طيب الخطا الثاني عدم الشده، في 13 شده في الفاتحه. ومن اشهر الاخطاء اياك نعبد، يعني في ناس طبعا اياك اهي عليها شد، اياك، في ناس تخطفها اياك نعبد، إياك، هي لو قلت إياك تبطل الصلاة، لأن في شدة، إياك، أي حرف عليه شدة لازم تبين الشدة. إيه يعني لما أقول إياك؟ إياك ده معناه ضوء الشمس، فكأنك بتقول بعبد ضوء الشمس، حرفت المعنى. يبقى أوعى التشديد يبقى واضح، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الخطأ الثالث تحريف المعنى، لو قلت غيرت بحيث المعنى اتحرف بطلت الفاتحة وبطلت الصلاة. زي ايه؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يا رب انت اللي أنعمت عليهم. ممكن تغلط وتقول صراط الذين أنعمت عليهم، كأنك انت اللي بتنعم على العباد، حرفت المعنى، غيرت المعنى، بطلت الصلاة. يبقى دول ثلاث أخطاء، لا تنقص حرف أو ما تشدش في الحروف اللي فيها شدة، أو تحرف المعنى، تبطل الفاتحة، وبالتالي الصلاة تبقى باطلة. فلازم تنتبه لهذه الأشياء. دعم الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناة. أشوفكم المرة الجاية، والسلام عليكم.